فده الشكل الهندسي بتاعي البوكس اللي لسه رسمه. طيب انا عايز البوكس ده يا جماعه نلعب فيه، طبعا ممكن تاخد اي شكل بس مفيش وقت، انا ما عنديش وقت اديك كله، فاديك بوكس بس ونشتغل عليه شويه صغيرين. عايز احول البوكس ده لكرسي، تعمل ايه؟ على طول تدخل على الموديفاي اللي هو جنب الكرييت كده تاني اختيار، وتبدا تخلي الارتفاع بتاعه قليل شويه، يعني ده العرض، تخلي الارتفاع عشان ده كرسي، دي اللي هي القعده بتاعت الكرسي يعني، فاهمني؟ فخليها وليكن 6، مع انك تزود السيجمنت تخليه 3 3 3 3، اللي هي المربعات اللي هي اللي تقدر تتعامل معاها يعني. فهنا برضو صعبة، لما ظهر الكرسي ياخد تلت المساحة، لا فأنا بزود يعني مثلا في الارتفاع كده مش فارقة، أما في الجزء اللي في النص ده لا فارقة، فلما أخليهم 4 6 أفضل، ولما أخلي العرض 6 زيه سوري أفضل بكتير. إذا ظهر الكرسي حتة صغيرة، لو عايز أنت مش عاجبك الكلام ده عايز 5 و5 أنت حر، تبقى أحسن يعني، ها العملية ماشية. فأنت تحط السيجمنت على حسب أنت هتعمل موديلنج إزاي. واحد يقول لي يا دكتور عبد الرحمن ما ينفعش الشكل السموث اللي موجود في البرسبكتيف ده يبقى واير فريم، أقول لك لا، اضغط على ديفولت شيب واختار منه واير فريم اهو، يبقى يبان شكل سلكي كده، يبقى كله شكل ايه؟ سلكي، اعرف اتعامل معاه. فانا كده غيرت الاوبجكت البوكس، زودت ظبطت الطول والعرض والارتفاع، وظبطت السيجمنت عشان اعرف ارفع ظهر كرسي ورجلين. هيقول لي الرجلين رفيعه يا دكتور عبد الرحمن، مات يا راجل، يعني خلي السيجمنت مثلا 4 كده، خد بالك جاي زي رجل الكرسي، يبقى الظهر هناك والرجلين كده، بس الكرسي ده طويل قوي، الكرسي ده طويل قوي، اخلي يعني كده كده، يبقى الطول بتاعه معقول، الظهر والرجلين، واظبط الدنيا بقى. مش هينفع مساند هنا، مش هينفع مساند الا لو عملت الويدز، لا سوري، خلي ده 50 وده 50 عشان يبقى ماشي القيم كده بدون قصور يعني. خلي السيجمنت مثلا، لو انا زودت السيجمنت بتاعت اللينس كده، لا يعني ممكن 4 و3، يعني 4 و4، لا ما هو برضه فرق معايا في الرجل، عايز رجلين كبيره مع ظهر كده، تمام كده تمام قوي يعني. فانا كده ممكن اشتغل على الشكل دوت، جميل. فاجي ازود بقى من الموديفاير ليست عليه ايه؟ موديفاير اسمه ايديت، عايز العب بالايديت، في ايديت مش القديم وفي ايديت بولي الجديد، الايديت بولي ده يعني في الاصدارات اللي بعد كده. فانا ممكن اشتغل على الايديت بولي واتعامل مع البوليجون، وامسك اي بوليجون انا عايزه اشتغل عليه. مثلا قبل الموضوع ده ما نشتغل عليه يعني، اقفل ده وارجع تاني للكرييت يعني. فانا عندي الشكل ده، ده المساق التوب فرونت ليفت، يعني التوب عكسه بوتوم، يعني ده من فوق، يبقى ظهر الكرسي جاي من فوق. اما لما اجي اعمل رجلين الكرسي ما اختارش توب، اختار بوتوم، عشان الرجلين بتيجي من تحت، ما ده التمجيده اللي انت بتقعد عليها، ظهر الكرسي يجي من التوب. لما تيجي تعمل الرجلين تجيب البطن. طب جميل، عايز تعمل حاجه من اليمين خليك يمين، شمال خليك شمال، رايت وليفت. عايز تعمل حاجه من الفرونت والباك، عندك كله توب بوتوم فرونت باك ليفت رايت، زي ما قلت لك واحنا بنشرح الاحداثيات، تبدل ما بينهم ازاي، تضغط على اسم الاحداثي تبدل ما بينهم، انا هبدل وانا شغال. فخلينا انا في الموديفاي، وهات الموديفاير بتاعنا، وتعالى نمسك الظهر من الطب، من الطب همسك الظهر، اختار البوليجون بتاعي كده واختار الثلاثة دول، ادوس كنترول واجيب الثلاثة دول، انا عايز ارفعهم، ارفع الظهر
ارفع الظهر مثلا باكسترود اللي هو بتاع التكسير، ممكن ارفع مانيوال اضغط على اكسترود كده واشد كده، شايف الشده دي، اطلع بظهر الكرسي كده. هيجي يقول لك لا دكتور عبد الرحمن استنى بس عليا، بلاش مانيوال، خليني افهم انا بعمل ايه. فدوس السيتنج اللي جنبها دي، عندي هنا سيتنج فيها فاليو، فيها قيمه، ماشي الكلام. القيمه دي ب 10، انا عايز ال10 دول شغالين زي ادي 10، تمام. اقدر بقى ان انا ازود القيم 10 10 2، ازود مثلا زائد 10 زائد 10 زائد 10، كفايه كده 40 و10 شتاتين 40، ظهر حلو قوي 50، براحتك بقى، انا مالي، انا مال، انا ادي ظهر، انت اعمله بقى انت وفنك، انت حر. فانا عملت ظهر، عملت ظهر، وادي حته الجلوس صغيره كبيره، انت ظبط بقى، ارسمه على ورق وبعدين نفذه. تعالى بقى مش من الطب، هات البطن دي، منطقه الرجلين، هات اربع رجلين كده وامشي 10 10 برضه، مش هتدي لي حاجه عندنا. عمال الرجلين ايه 10 10، كفايه كده ولا ايه؟ كرسي زي الفل قوي يعني، خلاص كده ماشي، بس ده يعني كده تمام. طيب واحد عايز يجي يعمل نقشه، تعالى نفتح الشكل الواير فريم ده نشيله ونجيب الديفولت شيب، شكله بقى عامل كده، ماشي الكلام، شكله بقى عامل كده، شكله غريب شويه بس احنا نقدر نلعب فيه. يعني من البوتوم لو انا مسكت الرجلين من تحت وجبت موديفاير تاني اسمه بيفل، والبيفل ده مانيوال يعمل لك كده، يعني بيدخل لك ايه لجوه او بيطلع لبره، يعني كده، يعني بيعمل لك حليه في الرجل بسيطه، كده. فيعني كأن الكرسي يعني كرسي محمل يعني. طب لو انا جبت من البوتوم، جبت من الطب تاني عشان امسك ظهر الكرسي الحتتين دول، وقلت اطلع بيهم اكسترود بمقدار 5، هو اخد 10 اوتوماتيك، خد بالك، عشان هو فاكر انه 10، فاكر انه 10، فانت المفروض بقى انت بتعمل 5 بس، تقلله وتعمل صح. فبعد الخمسه دول عايز اعمل بيفل بمقدار ايه؟ برضو هو حافظ انه اخد الرقم ده، فانا بقول له لا انا بعمل بيفل بمقدار 1، 1 بس، 1 قليل، يعني اخد بيفل 2 ورا بعض، اقدر اعمل اكسترود وبعدين بيفل تاني، كأني بعمل ايه؟ شكل كده ايه؟ فوق. يعني شكل الكرسي يعني جاء الى حد ما من كل الجهات، انا بحاول بسعى ان انا اعمل كرسي في الوقت الضيق ده يعني، تمام. جميل 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 جميل. فانا معايا كرسي دلوقتي، عايز اشتغل على هذا الكرسي، الكرسي ده موديلنج اللي انا بعمله ده بالاكسترود وبالبيفل وان اكبر واصغر، ده اسمه الموديلنج. يعني عندي موديلنج، في ناس بقى تيجي تقول لك انا هديله ماتيريال لود، انت حر، لو ما لسه ملون معاك دلوقتي. واحد تاني يجي يقول لك لا استنى يا دكتور عبد الرحمن، ده انا هديله من الماتيريال اديتور وافتح كمان ايه الشكل القديم ده بس عشان الناس اللي اشتغلت 3 دي ماكس قبل كده، ده الماتيريال اديتور، واختار الماتيريال بتاعتي وابدا انا اختار ماتيريال. واحد يجي يقول لي اجيت ماتيريال، يعني من هنا عندك هنا الاول جيت ماتيريال، اجيت ماتيريال، هو في ماتيريال الاول، في مابس، في مابس يعني ممكن اخد نويز، ممكن اخد عليه الوود الخشب، ودي هتطبق دي، يعني لما اجي اخد الوود ده
الخشب، شكل خامة الخشب،